أنا أتوقع أنه الفوز لترامب لقيادة البيت الأبيض لفترة فترة حكم ثاني لون لأسباب التالي. أولا ترامب رجل مال، والرجل المال له جذوره وله أتباعه في المجتمع الأمريكي، والشيء الأهم من ذلك بكثير أنه ترامب جاء من حضن المخابرات المركزية CIA، وخاصة عندما وضع بومبيو هو وزير خارجيته اللي كان زعيم وقائد القوات قائد CIA الأمريكية. طبعا جو بايدن، ليش جو بايدن ومو ترامب؟ طبعا ترامب فشل فشل ذريع جدا في الشرق الأوسط وخاصة في سوريا، طبعا كسب مكاسب مالية ولكن فشل سياسيا، خاصة أنه كان الموقف الروسي أقوى من الموقف الأمريكي خاصة في سوريا. نحن عم نحكي في سوريا طبعا، وهذا الشيء عكس سلبا على الإدارة الأمريكية وعلى الشارع الأمريكي. جو بايدن سوف يفوز بالانتخابات بإذن الله تعالى، لأن كان إدارة ترامب فاشل فشل ذريع في الشرق الأوسط بالنسبة للقضايا السورية، للقضية الليبية، قضية أذربيجان. كان الموقف الروسي قاضي على الموقف الأمريكي على الخالص، وهذا شيء بيعكس على الشارع الأمريكي كاملة بالنسبة للشعب الأمريكي، لأن إدارة ترامب كانت فشل فشل ذريع بكل المواقف بالشرق الأوسط. بناء على السياسة الجنونية من ترامب اللي كانت خارج الحدود، بتوقع الشعب الأمريكي يعني بشكل عام إذا كان الخيار له الفوز لبايدن، باعتبار ترامب تعرض لمشكلة ومحاولة عزل، لذلك بتوقع الشعب الأمريكي يختار بايدن يعني كوجه جديد وكسياسي جديد. ترامب رجل سياسي ومالي محنة كتير، فهو يعني قدر أنه يجمع أكبر قدر من الأموال من دول العالم كتير للولايات المتحدة وينهض في اقتصادها على مثلا غرار أو عكس التوقعات اللي صارت بأنه انهيار أمريكا على زمن ترامب.